تحقيق الاكتفاء الذاتي بالتأكيد من الملفات المهمة جدا في الزراعة، في اهتمام كبير من الدولة المصرية بهذا الملف، في طفرة غير مسبوقة في دعم الأمن الغذائي المصري. ده بنتكلم على كل المحاصيل، مش محاصيل بعينها لكن بالتأكيد على رأسها طبعا محصول القمح لأن ده هو لقمة العيش. التحقيق ده مش بيجي في خطوة وخلاص، لا بيجي ان احنا بنشتغل في كل الأصعدة، بنتكلم على توسع رأسي، بنتكلم على توسع أفقي في زيادة مساحة الرقعة المزروعة، نتكلم على استنباط أنواع جديدة من المحصولات سواء أو المحاصيل الزراعية اللي بتبقى أقل استهلاكا للمياه، أكثر إنتاجية، تتحمل التغيرات المناخية. بيشرفنا علشان نتكلم في هذا الملف بشكل مفصل الدكتور محمد الكرشة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة. صباح الخير يا دكتور، أهلا بحضرتك. صباح الخير أستاذة أسماء. أهلا صباح الخير يا دكتور. وإحنا بنتكلم هنا عن ملف زراعة، ملف أو الأمن الغذائي القومي للمصريين، ملف في غاية الأهمية، ومصر من الدول اللي عدت بتحديات مختلفة، يعني ياما دقت على الراس طبول زي ما بنقول كده، تحديات إقليمية وتحديات عالمية. من مثلا خلينا يعني نقرب شوية من كورونا، لما كتير من الدول قفلت التصدير وقفلت كمان الاستيراد، قفلت حدودها بشكل كامل، وبعدين الأزمة الروسية الأوكرانية، وبرضو تصدير القمح كان فيه تحدي كبير جدا، أو استيراد القمح بالنسبة لمصر كان فيه تحدي كبير جدا لأنه دول أكبر دولتين مصدرين للقمح. ورغم ذلك مصر قدرت أن هي توجد بدائل وحلول تأمن بيها الغذاء للمصريين. السنوات القليلة الماضية إيه المكاسب اللي تم تحقيقها لتحقيق أمن غذائي المصري؟ يعني الأول اسمحوا لي أشكر حضراتكم طبعا شكرا جزيلا. ويمكن شايفين اهتمام الدولة بقطاع الزراعة واضح جدا، ودايما بنكرر هذا الأمر، ودايما بنتكلم بقى على المشروعات الكبرى اللي نفذتها الدولة المصرية. بس الحقيقة كمان مش هتكلم النهاردة عن المشروعات الكبرى بس، إنما الدولة كمان تبنت إصلاح هيكلي لقطاع الزراعة، وضعت القطاع الزراعة على رأس أولوياتها، قطاع الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وعملت مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لهذا القطاع، إلى جانب إن إحنا كمان عملنا مجموعة من التعديلات التشريعية اللي من ضمنها مثلا إن إحنا عملنا منظومة الزراعة التعاقدية قانون ليها، عملنا قانون للزراعة العضوية، وعملنا لوائح التنفيذية الخاصة بيها. فكل دي أدوات نفذتها الدولة المصرية سواء بشكل تشريعي إلى جانب المشروعات اللي احنا عملناها علشان نتوسع في المساحات المزارعة. كل ده احنا بدأنا فيه من أول يمكن 2014 أو 2013، خدنا خطوات جادة في هذا الملف وبشكل كبير. شفنا نتائجه كان في العام 2020 بدأت تظهر الأزمات الدولية المتكررة اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها وزقاية. شفنا بقى أزمة كورونا وأثارها على حركة التجارة العالمية، الحرب الروسية الأوكرانية، الأزمات الدولية اللي تبعت هذا الأمر، كل دي أثرت على دول عديدة من دول العالم اللي حتى كنا بنقول عليها ساعات دول عظمى، عندهم بنشوف أرفف فاضية، المنتج نفسه مش متاح ومش متوافر. الحمد لله الدولة المصرية نتيجة ما قامت به من جهود ما شفناش الكلام ده خالص. بنشوف قطاع الزراعة النهاردة على الرغم من أن الدولة بتحط أولوياتها لتوفير احتياجات المواطن المصري وتصدير الفائض، الحمد لله قدرنا أن احنا نكون قطاع الزراعة تاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي نتيجة عملية التصدير، وده انعكاس إيجابي جيد، وبنوصل لتسعة مليار دولار حجم عوايد من صادرات القطاع الزراعي سواء الفريش أو المصنعات الزراعية. فكل ده بيبرهن قد إيه هذا القطاع كان قطاع مؤثر. بنشوف ملف القمح مثلا، وده قطاع حيوي وبيحتاجه البيت المصري بشكل كبير، شفنا حجم تنمية كبيرة جدا بتحصل مش بس في المساحة المزارعة إنما كمان في إنتاجية الفدان، وده أمر مهم جدا إن احنا نعظم إنتاجية الفدان. ده معناه إيه؟ معناه إن الفلاح يحسن دخله، معناه إن نزود الإنتاج المتاح أمام المواطنين، معناه إن نقلل من فاتورة الاستيراد، وكمان في نفس الوقت احنا بنعمل عملية تنمية تعظيم إنتاجية وحدة الأرض وإنتاجية وحدة المية، سواء بقى أصناف جديدة بنستنبطها، أساليب زراعية حديثة بنطبقها، أصناف جديدة تساعدنا على مواجهة التغيرات المناخية، كل دي أدوات كنا بنشتغل عليها في الفترة السابقة. طب خلينا نتكلم على هذا الملف بقى بشكل مفصل شوية، يعني إزاي إن احنا اشتغلنا على التوسع الأفقي، زيادة الرقعة الزراعية، إزاي اشتغلنا على التوسع الرأسي، إن يبقى عندنا استنباط لأنواع جديدة بتبقى الكثافة بتاعتها أو كثافة المحاصيل بتاعتها أعلى بشكل كبير، وفي نفس الوقت بتستهلك أقل وبتقعد في الأرض كمان فترات أقل. طبعا يعني احنا كان عندنا التحديات المناخية اللي بتضرب العالم برضو كله، احنا كنا فاطنين لهذا الأمر واخدين إجراءات مبكرة لهذا الأمر، من ضمنها أن احنا كنا بنستنبط أصناف قصيرة العمر. ونشوف مثلا المحاصيل دلوقتي الدولة المصرية احنا بنتكلم في حوالي تقريبا 10 مليون فدان بنزرعهم في الدولة المصرية، بس المساحة المحصولية احنا مقربين من 18 مليون فدان، أو إن شاء الله نوصل هذا العام 18 مليون فدان. ده نتيجة إيه؟ نتيجة أن أنا بزرع الأرض مرة واثنين وأحيانا ثلاث مرات في السنة. ده بقى اللي هو التوسع الرأسي بالضبط. ده كان يحصل إزاي؟
ده بيحصل لان انا بجيب اصناف قصيره العمر بتقعد فتره اقل، فبالتالي بقى عندي براح ان انا ازرع مره واثنين وثلاثه في الارض، نتيجه ان انا بستنبت اصناف بتستهلك كميات ميه اقل، فبالتالي بتساعدني ان انا اعظم من انتاجيه وحده الارض وانتاجيه وحده الميه. ده بيغير كمان من دوره الزراعه بالنسبه لبعض المحاصيل، يعني بنزود بنحط فيه، بيبقى فيه محصول بيتحط ما بين دورتين زراعيتين ما كانش موجود لان كان زمان الفترات بتبقى اطول. بدا يحصل فعلا الكلام ده وبدانا نشوفه باستمرار، فجوات يعني ما بين بالظبط بقى موجود. وكمان حته الفجوات عشان دي برضو جزئيه مهمه الدوله اشتغلت عليها. احنا كان الدولة بتتميز بجو كويس جدا يساعدها على زراعة معظم الوقت في السنة، بس بيجي أوقات بتبقى غير مناسبة للزراعة، دي بتبقى فجوة بتؤثر على المتاح في السوق. فعلشان كده الدولة كمان دخلت في مشروع الصوب الزراعية، الصوبات الزراعية، ودي بتخلينا نقدر نتحكم في الظروف الجوية، وبالتالي ننتج في الأوقات اللي ما كانش ينفع ننتج فيها قبل كده، وبالتالي يبقى دايما عندنا تحمس. طب ازاي بقى يعني بنتواصل مع المزارعين عشان لو هنزرع اكتر من محصول في الموسم الواحد، الفجوات اللي كنت لسه بتتكلم عنها دي، ازاي بنتواصل مع المزارعين وايه اهم النصايح اللي دايما بتكونوا حريصين توصلوها للمزارع؟ يعني بالنسبة لآلية التواصل مع المزارع، احنا عندنا أكتر من أداة بنحاول إن احنا نشتغل عليها. أول أداة، احنا عندنا تواجد مستمر للجامعات الزراعية ولمديريات الزراعة والإدارات الزراعية، ومتاحين بشكل مستمر مع المزارعين. الحاجة الثانية، احنا بنعمل عندنا قطاع اسمه قطاع الإرشاد، ومن خلال قطاع الإرشاد في إدارة مركزية للإرشاد اللي بتقوم بتنفيذ عدد من المزارع الحقلية والمزارع النموذجية اللي موجودة، بتكون بشكل مدرسة حقلية على الحقل، ندرب المزارع في مكان يكون واضح لكل المزارعين الموجودين في المنطقة. احنا عملنا اكتر من 5000 حقل مثلا في الموسم بتاع القمح الماضي، فدي بتبقى متاحه، يقدر يشوف ايه التطبيقات الحديثه اللي نطبقها، ازاي نقدر نحط الزراعه مثلا زي ما بنقول زراعه المصاطب، فازاي نقدر نعمل المصطبه وازاي نجهزها، ازاي نزرع او نحط البذور، ازاي نقوم بعمليه الري، كل دي بيشوفها على ارض الواقع بالعين مش كلام، بيشوفها على ارض الواقع بعينه. وكمان بيحضر معانا ايام الحقل وايام الحصاد عشان يشوف المعاملات اللي بتتم على الزرعه بتاعته او الزراعات المختلفة يعني. فده بيخلين هذه التجربة. طب هل بنتدخل في اختيار او توجيهه لنوع المحصول اللي يزرعه وفقا لاحتياجات السوق المحلي او حتى لاحتياجاتنا للتصدير؟ طبعا احنا عندنا حاجة بنعملها اسمها الخريطة الصنفية. دي بنجيب يا اللي عايز يزرع قمح مثلا، الصنف انت موجود في محافظة ايه، في منطقة ايه، المنطقة دي انسب صنف تزرعه من القمح هو الصنف الفلاني. ودي بتبقى ليها معايير كتيرة جدا، وبنعمل حاجة اسمها الخريطة الصنفية فيها. كمان احنا في الاراضي الجديدة اللي بيتم العمل على استصلاحها بنعمل حاجة اسمها دراسة للتركيب المحصولي الانسب، بناء بقى على السوق، بناء على طبيعة المية، طبيعة التربة، طبيعة الجو، فدي كمان بتكون موجودة. وطبعا بيبقى في اكتر من بديل، علشان احنا بنكون حريصين على اتاحة البدائل امام المزارع وامام الفلاح المصري علشان يقدر يعظم من دخله ويقدر يختار البديل الانسب له والحاجه اللي هو شاطر فيها. ودي بتخلينا نشوف يعني تطور كبير جدا بيحصل في انتاجنا. الحمد لله احنا حققنا جزء كبير من الاكتفاء الذاتي في محاصيل الخضر والفاكهه، وبقينا بنصدر الفائض. الحمد لله تطور كبير بيحصل في هذا الامر. بدانا نشوف يعني قربنا من الاكتفاء الذاتي في عدد مهم من المحاصيل والمنتجات، زي مثلا الدواجن، الاسماك، الالبان، كل دي بدانا نحقق فيها جزء كبير. في حاجات احنا بنشتغل عليها زي بعض المحاصيل العلفيه او القمح، وده شغالين عليها بشكل كبير جدا. طب قبل ما نسيب ملف الزراعه برضو علشان بس نبقى اتكلمنا في كل الاوجه بتاعته، من اهم الاوجه او اي ملف بيشهد تطوير ويبقى فيه تحديات، اهم تحدي بالتاكيد هو توفير المياه، الري، ازاي تعاملنا مع هذا الملف؟ يعني ملف المياه ده جزء اصيل من مكونات عمليه الزراعه، والدوله المصريه بتضرب نموذج رائع في اداره ملف المياه المخصصه لعمليه الري. الحقيقه بنشهد طفره كبيره جدا، وفي لجنه تنسيق مشتركه بين وزاري الزراعه والري بتقوم بوضع كل التفاصيل واتخاذ الاجراءات اللي تخدم المزارع المصري. طبعا اول حاجه احنا بدانا نطبق منظومه جديده اسمها منظومه تطوير الري الحقلي، والدوله خصصت مليارات من الجنيهات للمزارعين بدون فايده من خلال البنوك المصريه ان هو ياخد ويطور الري لديه. الحاجه الثانيه ان احنا بدانا نشتغل على محطات المعالجة المياه. احنا من واحنا 10 مليون ولا 15 مليون مواطن، احنا حصتنا 55 مليار متر مكعب ميه. النهارده احنا 105 مليون، نفس الكلام بالظبط موجود. فده نتيجه ايه؟ ان احنا قادرين ان احنا نستمر، نتيجه البحث العلمي، نتيجه الجهود اللي بتقوم بها الدوله المصريه في محطات المعالجه ومحطات التحليه وهذه الاجراءات اللي بتنفذها الدوله المصريه. طيب انا عايزه اسال حضرتك عن موضوع متبقيات المبيدات، وكنا قبل كده وتواصلنا معاك تليفونيا حتى واتكلمنا على الاتهامات الباطله اللي كل موسم صيف بتواجه الفواكه، بالذات زي البطيخ، زي الخوخ، ومن كام يوم كمان في كلام عن انه العنب بيتسبب فيه نزلات معويه، وحضرتك طمنت الناس اكتر من مره، الا انه رغم التطمينات لسه على السوق
السوشيال ميديا تحديدا لو حضرتك بتتابع الناس برضو لسه بتتهم نفس الفواكه بنفس الاتهامات، عايزين حضرتك تطمنا وايه السبب في انتشار مش مثل هذه الشائعات؟ يعني الحقيقه فاكهه الصيف عموما معظم الكلام بيكون عليها لان هي بتتعرض لظروف جويه مختلفه، احنا بنتكلم في درجات حراره عاليه، فلو انا بجيب من مكان على مكشوف على في وسط الشمس مثلا حاجه مركونه فتره فاكيد ممكن تتعرض لشكل من التلف بشكل او باخر. الحاجه الثانيه ان طبعا بتكون هي فيها سوائل كتير فبيكون تناول فيها كميه كبيره فده برضو ممكن يكون يتسبب في بعض النزلات. لكن اولا احنا ما حصلش في اي مره من المرات نهائيا ان شفنا اي حاله تم رصدها من خلال وزاره الصحه او من خلال الوزارات المعنيه في عمليات امراض نتيجه فواكه الصيف. الحاجة التانية ان المنتج المصري بقى منتج عالي الجودة، يعني احنا ما عادش عندنا موضوع المتبقيات ده، احنا فتحنا خلال الاربع سنين الاخيرة اكتر من 95 سوق جديد نتيجة ثقة العالم في المنتج المصري وجودته، فدي ثقة كبيرة بنكتسبها. معمل المتبقيات المبيدات ده اصبح معمل مرجعي بالنسبة لدول الاتحاد الاوروبي من خارج الاتحاد الاوروبي، كل دول المنطقة تقريبا بتيجي تعمل تحاليلها في معمل متبقيات المبيدات او رصد متبقيات المبيدات. احنا بننزل ناخد عينات عشوائية من السوق بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنيه بالدوله علشان نضمن جوده منتج او منتج عالي الجوده يحصل عليه المواطن المصري. فالحقيقه الدوله ما ادخرتش ابدا اي جهد في سبيل انها تضمن افضل كفاءه ممكنه او افضل منتج ممكن يقدم للمواطن المصري، ودايما المنتج اللي بنقدمه للمواطن المصري هو المنتج اللي بنصدره للخارج، هو المنتج اللي بيتم تداوله، لان احنا عندنا مواصفه قياسيه مصريه ودول العالم بتشهد لينا مش بس عشان احنا فتحنا اسواق، انما كمان دول كتيره بقت تدينا تفريضات ان احنا نعتمد الاجراءات بتاعتنا او بتاعتها عندنا هنا في مصر وبتلتزم بهذا الاعتماد. فالحقيقه دي ثقه كبيره وبنشوف ده في اكتر من دوله، حتى الدول اللي بتطبق اقصى معايير سلامة المنتج الحمد لله بتعمل استثناءات للمنتج الزراعي المصري من الفحوصات الأدوية. احنا وصلنا الحقيقة لأسواق كانت أسواق صعبة جدا زي سوق اليابان في تصدير المنتجات الزراعية، فطبعا كل الشكر لكل هذه المجهودات. الدكتور محمد الكرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، شرفتنا يا فندم، شكرا لوجود حضرتك معنا.